صحفي بريطاني من أصول مسلمة متهم حاليا بأنه أحد أسباب مأساة الأميرة ديانا. تعود القصة إلى عام 1995 عندما اشتعلت الخلافات بين ديانا وزوجها الأمير تشارلز. إذ ظهرت الأميرة وقتها بمقابلة تلفزيونية عاصفة مع مراسل بي بي سي مارتن بشير. تابع المقابلة أكثر من 20 مليون شخص في بريطانيا وحدها، وفجرت خلالها ديانا مفاجآت كبرى حول خيانة زوجها لها وطريقة تعامل القصر الملكي معها. وعلى إثر المقابلة تحولت حياة ديانا إلى جحيم بسبب مطاردة الصحفيين لها، الأمر الذي أدى لمقتلها بالنهاية في حادث سيارة مريب مع صديقها ذي الأصول المصرية دود الفايد قبل 25 عاما. مع بداية العام الحالي انكشفت وثائق خطيرة تبين أن الصحفي مارتن بشير زور كشوفات بنكية قدمها للأميرة لكي يفوز بمقابلة تلفزيونية معها. أظهرت تلك الكشوفات أن المخابرات البريطانية تدفع لضباط أمن من حرس ديانا مقابل تجسسهم عليها، ما أدخل الأميرة بحالة من الذعر دفعها لإجراء المقابلة مع بشير. وخرجت الأميرة بالمقابلة كاشفة لجميع أوراقها ولتتكلم عن خيانة زوجها لها وعن علاقاتها العاطفية. ومنذ ذلك الوقت تحول بشير إلى صحفي لامع بالعالم أجمع، بينما ديانا تهرب من عدسات المصورين، حتى انتهى بها المطاف بحادث مأساوي في باريس أثناء محاولتها الهروب من العدسات. وفي بداية العام الحالي اكتشف شقيق ديانا تشارلز سبنسر أن الوثائق التي قدمها بشير لديانا كانت مزورة، فراسل سبنسر في نوفمبر الماضي البي بي سي طالبا منهم التحقيق في هذه الوثائق لتطلق الإذاعة تحقيقا داخليا مستقلا برئاسة قضاة ومحققين سابقين، ليكشف التحقيق أن بشير قد زور فعلا الوثائق وخدع الأميرة ودفعها لإجراء المقابلة. كما فجر التحقيق فضيحة أكبر بأن رؤساء مارتن كانوا يعلمون بتزويره للوثائق لكنهم صمتوا. وعلى أثر تكشف هذه الحقائق قررت الإذاعة إقالة مارتن بشير الأسبوع الماضي، وعلق الابن الأكبر لديانا الأمير ويليام على الفضيحة قائلا إن المقابلة دمرت علاقة والده بشكل كامل، وعبر عن حزنه الشديد بسبب رحيلها دون أن تعرف أنها تعرضت للخداع. حاول بشير الدفاع عن نفسه بمقابلة صحفية قبل أيام رغم اعترافه بالتزوير، لكنه قال إنه من الظلم تحميله وحده ذنب النهاية المأساوية للأميرة الراحلة. شاركنا برأيك، هل تعتقد أن بشير يجب أن يقدم للمحاكمة الجنائية؟ إيكو عربي.